أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردكة مصارعة. حلقتنا اليوم عن سماك داون لايف اللي شفنا فيها مباريات جميلة ولقطة الموسم نقدر نقول. قبل بداية العرض في حساب تيك توك اسمه _comewithme تشوف إلي نايت مخطوف لابس قناع هاودي، وبري يدخل صبعه في خشمه ويلمسه بطريقة غريبة. حبي ما نبغى القصص هذه. ترى نشوف البلاد لاين يوصلون مع سامي زين، وفخر العرب معدل اللحية ورابط شعره، توقعته يرجع لشكل القديم بس اللوك لا بأس به، بتلاحظون مقارب لستايل رومان رينز نفسه. داكودا كاي وإيو سكاي ضد ليف مورغان وتيغن نوكس على القاب التاج للسيدات. مع الأسف المباراة كانت تحت المستوى وكان فيها بوتشات كثير. تيغن نوكس تحسها مرتبكة وهي تقدم المباراة، وحتى ليف مورغان قلبها ما كان في الحلبة، بس بالنهاية بيري تتدخل وتيغن تقاوم، وتشوف وحدة لابسة جاكيت مغطية الوجه تهاجم تيغن والسيكوريتي ياخذونها. مون سولت من إيو سكاي للفوز. هني قلت وحدة جديدة تنضم للفريق، وكان في أسامي كثيرة في بالي، قلت يمكن تكون كايلي ري اللي قدمت مباراة ضد دينا بروك في عرض مين إيفنت، أو وحدة من NXT. بس بشكل عام ما عجبني المباراة أبدا. تيغن تحس مكانها غلط، وغير هذا مش متأقلمة مع الأجواء. لو في NXT عادي نمشيها، بس العروض الرئيسية لازم ترفع المستوى شوي، والفرق شاسع من ليف كحاملة اللقب والآن. وبعدين في السوشيال ميديا نكتشف انها زايلي. نعم، زين ليش تعلنون في تويتر وما نشوفها على التلفزيون؟ شكلهم عرفوا الموضوع مخيب وما بغوا يزعلون المشاهدين. مع الأسف الشديد اسم ضعيف جدا يا عمي، حتى لو تشيلسي جرين كنا بنستانس. ما توقع تنضم لدامج كنترول، يعني اللهم ست اب لمباراة فردية بينها وبين تيغن. البلود لاين وسامي زين ورا الكواليس يمدحون شكل الجديد، يقول راح عند حلاق جاي وعجبهم جاكيته، قال بيدور على سولو، وجاي يقول اتوقع رومان رينز يغير سامي من الاونراري اوس الى اوسو حقيقي. جيمي يقول العكس، بعد تدخلات كيفن اوينز اتوقع سامي بيكون له خبر صادم من رومان. وانا اتفق معاه، لان رومان رينز زعلان من الكف اللي اعطاه كيفن اوينز في وور جيمز، شكله ما اخذ بخاطره، بنرجع له بعدين. هنا نشوف فيديو اختطاف ال اي نايت ناس ما تكلم في بدايه الفيديو، بعدين يمشي ورا الكواليس يدور على براي وهو خايف. بعد الإعلان نشوفه في الحلبة يقول في أسابيع الماضية براي يهاجمني يخطفني ويعمل اللي أبي، وانت حملت لقب العالمي سابقا وعودتك الكل يتكلم عنها، بس كل اللي عملته هو يا تتنكر كمجرم أو تعمل خزعبلات. وصحيح أنا أتفق معاك، عمل أمور تعبانة في آخر 3 شهور، وبعدين قلد براي بالملي. Well, it wasn't me, my brother. It was boy howdy. You don't know. I know. عارف انك انت، البس اللي تبيه واطلع عشان ادوس عليك. Yeah. تنطفي اللمبات وبري ظهر يقول yeah. على ستايل برودي لي R.I.P. كم اشتقت لكم شيكاغو، بس مليت منك ولاعيبك، وانا عارف ما تصدقني وتصارخ على شخص مختلف. انا ما لمستك، في داخلك تدري كيف راح ينتهي العرض. ومن يفوز في الاخير؟ اخيرا هاجم براي وايت. فرحت للحظه هذه، قلت اخيرا بسنا كلام وحددوا مباراه بينهم، خلينا نشوفها في سماك داون، لاني مو فاضي اصبر الين الرويال رامبل، باجين له 5 اسابيع. طلع هاودي يقول خنزيري ماذا فعلت، تبغى تشوف شيء يخوف او تسمع موسيقى رعب؟ ويظهر عم هاودي فعلا كشخص مختلف، مش براي وايت، يضحك وإلي نايت يطالع فيه وهو خايف. وأنا ما أبغي أعيد كلامي كل أسبوع، نبغي النهاية، نهاية أفعال حبيبنا هاودي. عطني دافع براي أو ربعة، وخلنا نشوف مباريات كل أسبوع تيز ورا تيز، تمطيط على الفاضي. نفس ما قال الأيد 3 أشهر خزعبلات ما منها فايدة. واللي صار هني في السيجمنت ليش طولوا فيها؟ بعرف، ساعة قاعد يضحك، براي يطالع فيه، بعدين إلي نايت يطالع فيه، ولا بتقولي خلاص يعني بيكون بو دالاس معاه، لأن هاودي كان قصير لابس الكاب وقفازات، يعني ما تقدر تشوف لون البشرة عشان تاخذ فكرة يعني من بيكون. بس في كلام انه يمكن يكون كاميرون غرايمز، اسم ما كان في بالي ابدا. عندك الرايتشس، فيني مارسيجليا، وداتش قلت يمكن يكونوا معاه، إيريك رون يمكن يرجعونه، بس الموضوع بطيء جدا. واتمنى انتم كمشاهدين يكون فيكم الصبر عشان تعرفون النهاية. نشوف رومان رينز وصل مع بول هيمن وسولو ساكوا، بعدين ريكوشي ضد جونثر بالقارات. قبل بداية المباراة ادم بيرس يطرد جيوفاني فينشي ولودفيك كايزر. المذيعة قدمت ريكوشي من كل قلب،
ما أدري ليش. وغنثر بنفس الطريقة قدموا مباراة جميلة جدا، وما أعتقد حتى وقع ريكوشي يفوز، بس في كذا سبوت الجمهور صدق أنه فعلا بياخذ اللقب منه. الحبيب من أفضل الهاي فلايرز في العالم. بتقولي أيام الإنديز كان أحسن حتى في NXT، وأنا أتفق، بس المصارع لازم يثبت نفسه في أي أسلوب كان. مشكلته ما عنده شخصية. في فترة كان تاج تيمز مع أليستر بلاك وشغله جميل جدا، حتى الآن كفردي ما قدر يجذب الجمهور له. وعالم WWE ما تعتمد فقط على أسلوبك في الحلبة، لازم تعطيهم سبب ثاني يحبونك ويقدرونك عشان تكون جزء من العروض، خصوصا مع أخبار غونثر في راسلمانيا أنه بينافس بروك ليزنر على لقب القارات. فالحبيب لازم يحموه ويفوز على خصومه بكل معنى الكلمة. تشوف الكيف من البطل ولاست سيمفوني اللي هو الجاترج سلام للفوز. كانوا بيهاجمون ريكوشي بس طلع الوحش المتوحش برون سترومان وطلعوا برا الحلبة. آخر مرة هرب منه وهالمرة بس يصارخ عليه. تبون الصدق، داما بيلعب ضد بروك ليزنر ما عندي مشكلة يفوز على برون، واتوقع بيقدموا مستوى حلو. خلنا نشوف كم من تشوب على الحبيب، واذا قدر يركب القطار اعتقد غونثر بيعطيه باور بومب على الارض عشان نفرح شوي. فمتحمس لمباراتهم وشكله بنشوفه في الرويال رامبل. جيمي اوسو مع رومان رينز يقول له شو خطتك ها؟ بتقول لي ولا كيف؟ شوف، لو بتخلي سامي زين اوسو رسمي بكون معاك تماما، وانا في خدمة البلاد لاين. صراحة عاجبني شغله كثير من اول ما انضم معنا، بس احب العائلة البلاد لاين ونحن اكثر، يعني لو بتجلب عليه انا بعد معاك. هني رومان طالع فيه وقال بول هيمن اتصل في ادم بيرس. صراحة جيمي ما يستحي، بعد ما سامي دافع عنك مع مشاكلك اللي ما تنتهي تتخلى عنه في اقرب سكة؟ يا الخاين. وحبيبي رومان ترى مو وقت تجلب على سامي، بدري شوي. بعد الإعلان نشوف آدم بيرس قال تعال عندي لك سالفة، وبول هيمن يقول زعيم القبيلة عندي لك هدية أحسن من مشاكلك مع بوبي لاشلي في ماندي نايت رو. مباراة سامي زين ورومان ضد كيفن أوينز وأي شخص يبغي يكون معاك تاك تيم، حتى لو أنت تبغى تلعب ما عندنا مشكلة تكون في المباراة. شو رأيك نشوف هاليوم؟ مو موافقين على الرويال رامبل؟ لا 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 اسمعني، وانا عندي فكرة لك راس الطاولة. شو رايك في 30 ديسمبر نشوفها على فوكس؟ بتكون افضل مباراة في سنة 2022، ومن بيكون صديق كيفن؟ شوفوا، اتمنى يكون اي شخص غير إلايس، وانا موافق حتى لو كان جيمس إلزورث، بس اشوى شكله ما بيجلب على سامي اليوم. مباراة تاك تيمز ثلاثية لجادو ديل فانتازما ضد فايكنج ريدرز وهيت رو. هيت رو بسبب دخلة الفايكنجز تشوف الدخان بعد موجود في الحلبة، وتوب دولا زين ما تدربح. قدموا مباراة ممتعة، أكون صريح معاكم، هذا الفضل يرجع للفايكنجز ولجادو أكيد. وأنا ما عندي مشكلة مع أشانتي لأن توب دولا تعبان، حتى بيفاب ما تعجبني أبدا في الحلبة كمانجر، لا بأس بها. حتى زيلينا خايفة تشوف الفينيكس بلاش من ديل تورو، ما شفت الحركة هذه من زمان، وحتى الآن ما عرفنا يعني شو بيكون جائزة الفايز في المباراة هذه إلين لقطة الموسم. الله عليك، توب دولا يقرر يعمل توب بيكون هيرو وعملها أم البوتش. الجمهور حتى يقول يو اف دب. حبيبي دامك ما تعرف اللوتشا ليبري وانت حاولتها مرة، يعني شكلها كانت غلط. المسكين سانتوس اسكوبار بين بشكل تعبان آخر مرة لعبته ضد بعض. وغير هذا، مو المفروض أشانتي يعمل حركات يعني هاي فلاينج وانت تكون الباور هاوس بين الاثنين؟ فليش قررت تعملها؟ ليش؟ وانت تركض بغيط الطيح تبى تعمل حركة هاي فلاي بعد؟ فضحنا الولد. بعدين الكل شارك في المباراة، أولهم زيلينا فيجا، بعدين تشوف بيفاب، وبعدين أساسنز كريد فالهالا قبل التوب بي والبوتش اللي عمله. صراحة المباراة كانت جميلة وأنا كنت مستمتع فيها كثير، سبوتات حلوة، الكل واقف صح يعملون حركات تبرز القسم، وقلت يمكن يا أخي لو لعبوا تاك تيمز لقادو ضد الأوسوس بتكون مباراة جميلة. بس لا، توب دولا قبل ما يعمل حركة الهيفي هيتر طاح، شكله مع التوبي جت له إصابة. المهم عملوها وفازوا المباراة. لو أنا مكان عمو إتش كان غيرت الفايز، خليت أي فريق ثاني حتى الفايكينجز ما عندي مشكلة يلعبون ضد الأوسوس، لأن بعدها أعلنوا الأسبوع القادم الأوسوس بيلعبون ضد هيترو على ألقاب التاك تيمز في سماك داون. وأتمنى من كل قلبي توب دولا ما يكون مصاب عشان الفوز هني ما يكون ببلاش. ولا تدري شلون لو ما قدر يقدم مباراة دخلوا بيفاب،
بتكون أحلى وزيادة. راكيل رودريغيز ورا الكواليس تقول أنا ما تعافيت من إصابتي، بس اللي سوته شينا بيزلر مع روندا راوزي زعلني كثير وصار الموضوع شخصي، وأكيد بفوز مباراة الجونتلت الأسبوع القادم في سماك داون. وأنا أبغى أعرف شيء واحد، عندهم فوق 20 كاتب للسيدات لازم يا جونتلت أو سيكس باك تشالنج؟ خلصت الأفكار يعني، ما عندكم شيء جديد تجيبونه؟ وبالطريقة هذه من وجهة نظري أشوف أن راكيل بتفوز. خلنا ننتقل للمين إيفنت أحسن، برومو رومان رينز والبلود لاين. قال شيكاغو وأنا ما شفت عائلتي من وقت الوور جيمز، سلم على الكل، صبر شوي بعدين سلم على سامي، قال اليوم يوم جميل خصوصا معاك أنت سامي، عندنا مشكلة اسمها كيفن أوينز، دام سبب لك مشاكل يعني سبب لي أنا بعد مشاكل والكل لازم نحلها، بنلعب مباراة تاك تيمز معاه وهو يختار اللي يبيه، ولا تنسى أن بندمرة في الحلبة. حتى سامي كان زعلان شوي ويقول بندمرة تيز صغير. سامي قال إيه نعم، تخيلوا خاني أنا صاحبه الوحيد، أو قصدي يعني كنت صاحبه قبل مش الآن، لا تفهموني غلط، جاب العيد الولد. وجون سينا يظهر يقول كيفن أوينز طلب مني أكون معاه تاك تيمز لأني ما لعبت مباراة في سنة 2022. بنقاتل البلود لاين مع بعض. أول شيء شكرا لك عمو إتش، والقصة هذه صارت أهم مع نجم كبير مثل جون سينا، فوق هذا لأنك ما اخترت إلايس، إزيكيل أو أمهم تكون في المباراة. سينا من زمان ما شفناه وخيار موفق لتعزيز رومان رينز قبل الرويال رامبل، وإذا بخمن جون سينا راح يخسر للفريق لأن رومان رينز يبقى أندفيتت وما يبون يخسرون كيفن أوينز داما بينافس رومان في الرويال رامبل، فأنا آسف. العرض ككل كان إيجابي، عجبني معظم الأمور غير السيدات. وتقول لي دبليو دبليو إي ما تبغي تدفع لساشا بانكس مبلغ مقارب لبيكي لينش وشارلوت فلير؟ تتمسخر معاي أنت، واحدة من أحسن السيدات وأكبر اسم فري ايجنت موجود الآن في الساحة، تخليها تروح عشان روندا راوزي وراكيل؟ مخك وين؟ واللي يقول نايومي ما تنفع، لا على الأقل تأديلك في الحلبة، والفترة مع ساشا كتاك تيمز قدموا مستوى حلو على الأقل، خلوا المشاهد يترقب لبعض مبارياتهم اللي ما شوفها أبدا مع القسم الآن في سماك داون. في ماندي نايت رو يمكن أمشيها لأن فيها بيكي لينش، وأنا فاهم قصة بيانكا تعبانة، بس المشاهد يتفاعل معاها على عكس الثانيات في سماك داون، القسم ميت. وبري وايت ما أدري لو معاه بو دالس، يعني تخيلوا نشوف الفيديوهات والكيو آر كود من سبتمبر، حتى الآن ما لعب ولا مباراة. هذه كانت أكبر صفقة لتروبل إتش وما استغلها بشكل مفيد. مباراة جونثر وريكوشي جميلة جدا، أفضل مباراة في العرض، وعاجبني الدور هذا لجونثر. يوم فينس مكمان كان موجود طلعت أخبار أنه مو مهتم فيه وما يحبه، بس الآن تحس لقب القارات هو ثاني أفضل لقب في الدبليو دبليو إي، مو بس هو، الفريق كامل إمبيريوم مستغلينهم بشكل جميل. وأتمنى نشوف الثانيين جيوفاني فينشي ولودفيك كايزر يلعبون على ألقاب التاك تيمز، ومتحمس لبرون سترومان شوفه ينجلد شوي. حتى مباراة التاك الثلاثية قبل البوتش كانوا شغالين صح، وتوب دالا خرب كل شيء. فقرات البلود لاين مع لمسات الصغيرة مثل ما قال سامي، كيفن أوينز كان صاحبي، وتعابير وجهه يوم قال بندمر كيفن تعتبر تحفة فنية وأحلى قصة في 2022. بس الآن أتمنى كودي رودز يفوز بالرامبل وياخذ اللقب من رومان في راس المانيا، ما نحتاج داروك ولا غيره. يا عمي زعلان من جماعة بلاك آدم، قبلها الضارب مع فان ديزل في أفلام فاست ان فيوريوس، هذا ما يتوب، يدور مشاكل في كل مكان، ما تحتاجه حبي أبدا ما تحتاجه. خلى كودي يفوز ياخذ الألقاب. في فترة كنت أقول بري يحتاج اللقب لأن كودي أوردي معروف مع الجماهير ويحبونه، بس الشغل اللي صاير الآن أبدا غيرت رأيي بشكل كبير، وعودته راح تولع العروض كثير. الأسبوع القادم بنشوف ستريت فايت بين لودفيك كايزر وجيوفاني فينشي ضد برون سترومان وريكوشي، بعدين الجونتلت ماتش بين السيدات. لايك وسبسكرايب لا تنسون، دائما أبدا بينكم 1